حسيت قد ايه التطلعات بتاع الشعوب الافريقيه والمستثمرين الافارقه في ان مصر تقود حركه التنميه الحقيقيه. ويمكن انا قلت طب ايه اللي ممكن نقدمه؟ مصر عندها مشروعات كثيره جدا، لكن برضو كل دوله عندها خصوصيتها، كل دوله عاوزه تعمل مشروعاتها اللي عندها، وعاوزه برضو تحس انها تتنافس مع دول اخرى للسوق وللاستهلاك وللانتاج وللاستثمار. لكن في شرايين حياه، في شريان الحياه اللي ممكن يربط دول افريقيه من الشمال الى الجنوب او من الشرق الى الغرب. الدراسات دي تمت، وكانت هذه الدراسات احد المشروعات العملاقه اللي فيها كان مشروع اسكندريه كيب تاون. ما تتخيلوش المشروع ده لو حصل يقدر يعمل فيه ايه، وما تتخيلوش المشروع ده لما يقام الطريق ده هتعمل عليه مدن صناعيه ومدن عمرانيه ومدن لوجستيه على جانبين، يوفر فرص عمل قد ايه، ويساعد على انتقال حركه التجاره قد ايه، ويساعد على حركه الاستثمارات قد ايه. ودي كل الكلام اللي انا بقوله ده هي فرص استثماريه لاوروبا. يبقى الاستثمار اللي بتعمله النهارده الحقيقي اللي دخل اوروبا منتجاتها كلها من مصر من شمالها لجنوبها الى 11 دول بتمر بيها المشروع، اوروبا كلها تقدر تستفيد منه. الموضوع ده عاوز حد يتبناه، وعاوز الاتحاد الاوروبي يبدا يرصد له تمويل. ولو حصل ده هيبقى الحقيقه البصمه التاريخيه اللي عملتها اوروبا لافريقيا كلها. وصول البضاعه دي من الشمال الى الجنوب والحركه التجاره والاستثمار كلها تقلل الهجره الشرعيه، تعمل قيمه مضافه للدول دي، وتعمل رواج للصادرات الاوروبيه الى كل الدول دي. لان مشكله اوروبا الحقيقيه في الدرجه الاولى مشكله نقل، وخصوصا ان في مجموعه كبيره جدا من الدول الافريقيه دول ملهاش مطل على اي سواحل. وبالتالي لو عملنا احنا ودخلنا منها بعد كده الطرق الفرعيه الافقيه مع الراسيه تتعامل مع بعضها، هيبقى عمل عظيم جدا.